من هذا الجمهور المميز. ويعني أريد أن أنوه باهتمامكم بالوصول إلى المركز المشاركة في هذه المحاضرة رغم ظروف الطقس العاصف، ولكن هذا يدل على اهتمام متميز بهذه أهمية عقد مثل هذه الندوات لبحث مواضيع عامة تهم المواطنين العرب في هذه البلاد في كافة مجالات الحياة، ليس فقط في مجال التخطيط والبناء والأراضي، وإنما يجب أن نعول أنفسنا وأن تفتح المجال من أجل عرض والتداول وتبادل الرأي والنقاش وطرح الآراء المختلفة حول القضايا التي تهم المواطنين العرب في البلاد. يعني من المهم تداول الرأي، من المهم النقاش. 1943 وهو شبيه لقانون بريطاني تم نقله ربما بتعديلات طفيفة من أجل تطبيقه في فلسطين في عام 1943 منذ عهد الانتداب، ولكن حكومة إسرائيل وجدت أو حكومات إسرائيل دولة إسرائيل وجدت في هذا القانون ضالتها المنشودة، وأنه هو لا يحق للجنة التنظيم بأن تصادر الأرض، ومخطط مش حيالله مخطط، مش أي مخطط، إنما مخطط يشير إلى هذه الأرض ويخصصها للمصلحة العامة، بدون ذلك لا يحق للجنة التنظيم أن تقوم بالمصادرة. إجراءات المصادرة حسب قانون التنظيم والبناء، يعني الأراضي المشمولة في الخرائط الهيكلية، تتم مصادرتها من ناحية إجرائية 40% من التعويضات، بمعنى يسمح بمصادرة لغاية 40% من الأرض بدون دفع تعويضات. بشوف هاي يمكن مناسبة مهمة اللي نشير فيها على أنه عدم دفع التعويضات ل 25% حسب قانون الأراضي و 40% حسب قانون التنظيم والبناء هي ليست لكل هدف، يعني